Hello, this is office management and management of medical offices, office equipment and furniture. In this unit, you are going to study how to use photocopying machine, scanner, and printer, and differentiate between different office furniture and understand the safety measures and the hazards may influence the employee within an office. Tamam. Let's start with this unit. When we are talking about equipment, احنا بنحكي عن الماشينز اللي يتم استخدامها في المكتب. تمام؟ طب من هذه الماشين احد اهم الماشينز الموجودة اللي هي الفوتوكوبيينج ماشين. الفوتوكوبيينج ماشين او فوتوكوبير اسمها او كوبير او كوبي ماشين، هي ماشين هدفها انه إن في عنا ورقة، الورقة هذه بدنا نعمل منها اكتر من نسخة، نعمل visual imaging visual imaging quickly and cheap. تمام، نعمل نقدر ننسخها بطريقه سريعه وبتكلفه قليله. طبعا في هذه صوره الفوتوكوبينج ماشين، طبعا راح يكون في فيديو منفصل يشرح كيف هذه الفوتوكوبينج ماشين بتشتغل. هلا الفوتوكوبينج ماشين هي اكثر الماشينز اللي تم استخدامها في المكتب، وتم استخدامها لاول مره في سنه 1959. طبعا في اكثر من ماركه، في فوتوكوبيز ال جي، في سامسونج، كل واحده في لها طريقه استخدام، والان صارت كثير متطوره. طبعا زي ما انتم شايفين، هي انت من هذا المكان انت بتحط الورقه، من هذا المكان بيكون في انواع مختلفه من الورق باحجام وابعاد مختلفه، هذا المكان اللي انت بتاخذ تقدر تاخذ منه الورق اللي انت حطيته. تمام. طيب في عنا يعني الفوتوكوبينج ماشين عادة ممكن تكون لها أكثر من استخدام، وفي فوتوكوبير في لهم استخدامات مختلفة، ممكن يكونوا برينتر وفوتوكوبير. شو يعني برينتر؟ يعني ممكن إنه إحنا نوصلها في اللابتوب أو بالموبايل أو بالبي سي اللي هو جهاز الكمبيوتر، وتتحول لطابعة. يعني بندخل البيانات عن طريق الكمبيوتر، احنا بنكتبهم عن طريق الكمبيوتر وبتطلع لنا بالاخر ورقه مطبوعه. تمام. طيب ايش الانستراكشنز اللي احنا لازم نمشي فيها؟ وهنا كثير مهم انه انت تعرف الانستراكشنز كثير منيح. هلا عشان انت تكون عارف، الفوتوكوبير عاده طبعا انت بتشتغل على الكهرباء، فانت لازم تعملها تكون شبكها شبك وصلها بخط الكهرباء وعملها تيرن اون للفوتوكوبير. شو يعني تيرن اون؟ في مكان في زر مسؤول عن انه انت تضغط الباور، يعني بتوصل الكهرباء فيها. تيرن اون، لوكيت ذا باور سويتش، اعرف وين هو. يوجوالي اون ذا توب اوف ذا فوتوكوبير، عادة بيكون هنا او من هنا، من وراء من هذا الجنب بيكون هو الزر موجود، بامكانك انه انت تضغط عليه. تمام. سم فوتوكوبير هاف ا باور تو سويتش اون ذا سايد، من الجانب. فيك فوتوكوبيا بتعمل سليب مود لحالها، طبعا انت لما بدك تيجي تطبع مجرد ما تحط الورقه بتصحى الفوتوكوبيا بتعمل شيء بسموه وورمينج اب او ويكينج اب. تمام. allow the photocopier to warm up، مجرد ما انت ضغطت على الزر اللي هو الباور بتعمل وورمينج اب. Yes, allow the photocopier to warm up. Most photocopiers require a couple of minutes، يعني دقيقتين تقريبا قبل ما تعمل warming up. Warming up عشان تبدأ تقدر انه انت يعني تشتغل الاشي اللي بدك اياه. بقول لك هنا place your document on the glass platen. Glass platen رح اورجيكم اياه بالفيديو الثاني، هو هذه المنطقة. تمام. هذه المنطقة فيها ابعاد ال 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 A4 A3 A2 A1، بامكانك انه انت تحط الورقه حسب البعد اللي انت بدك اياه، بكون من هنا مكتوب A4 وهنا مكتوب A4، بتحط الورقه وبتسكر هذا المكان عشان تصور الورقه اللي انت بدك اياه. تمام. طيب بقول لك left the cover of the photocopier platen in the glass surface underneath، يعني الاشي اللي انت بدك تصوره بده يكون على الازازه، والاشي الفاضي اللي انت ما بدك تصوره بده يكون فوق. تمام. طيب place the document face down on the glass، يعني على الجلاس بيكون الاشي اللي انت بدك تصوره. تمام. طيب نيجي هنا lower the photocopier cover، بنسكر المكان if you are not using a document feeder.
document feeder يا جماعة هو إذا إحنا سكرنا هذا الإشي رح نلاقي هنا في شريحة مكان بنحط فيه الورق. مكان بنحط فيه الورق هنا بنحط الإشي اسمه document feeder، مكان اللي بنحط فيه الورق. تمام؟ بصير يسحبه لحاله وهو اللي بي اللي بي يعني بيطبع. تمام؟ طيب الإشي اللي بدنا نصوره بكون لتحت ولا لفوق؟ بكون لتحت في الدوكيمنت فيدر. تمام؟ طيب select the number of copies to be made. زي ما انتم شايفين هنا يا جماعة هذه هي المكان اللي احنا بنضغط فيه على الأرقام وعدد النسخ اللي احنا بدنا إياها، ورح يكون في فيديو منفصل بيشرح هذا الإشي. طيب بعدين بعد ما حطينا الدوكيمنت، حطينا عدد الكوبيز اللي احنا بدنا إياها، بنختار عدد الكوبيز، بنختار بدنا إياها وجه أفا، بنختار بدنا إياها يعني تطبع لنا ورقة واحدة ورقة واحدة، في فوتوكوبير بيكون فيها دباسة ممكن تدبس لنا إياها، بنختار إذا كان بدنا إياها كولرد أو بلاك أند وايت، بنختار كل التفاصيل حتى حجم الورق بنختاره من هناك. تمام؟ هلا حجم الورق يا جماعة إحنا في عنا يا بده يكون A4 يا بده يكون A5. طبعا كل ما إحنا زاد الرقم كل ما صغر حجم الورقة، يعني حجم الـ A5 نص حجم الـ A4، حجم الـ A3 ضعف حجم الـ A4. تمام؟ بنختار كل التفاصيل هذه وبنضغط على البريس ذا كوبي بوتوم، ذا كوبي بوتوم، وبنضغط على ستارت. لازم الكوبي بوتوم يكون فعال، نضغط على ستارت فبتبدا تطبع. تمام؟ Which copier do I use؟ أي كوبيير أنا محتاج أستخدم؟ إيش أحسن كوبيير بالنسبة لإلي؟ طبعاً في عنا different types and different functions. إذا أنت بدك فوتوكوبيير ملونة لازم تكون الإشي اللي عندك بيطبع ملون. إذا أنت بدك إياه بيطبع كوبيز كتيرة، في أشياء اسمه heavy duty. تمام؟ heavy duty هي فوتوكوبيير كبيرة بتطبع بسرعة وبتبقى بشكل أسرع وبتدبس كمان. إذا أنت بدك فوتوكوبير بسيطة بتطبع كل يوم ورقة أو ورقتين، ممكن تجيب فوتوكوبير وطابعة بنفس الوقت. تمام؟ في إشي اسمه 3-in-1، فوتوكوبير وطابعة وسكانر بنفس الوقت. طبعاً هدول العوامل اللي بناء عليها أنت بدك تقرر إيش الفوتوكوبير اللي أنت بدك إياه. إيش العوامل اللي إحنا بناء عليها بنختار الفوتوكوبير؟ How many copies are needed؟ اللي هي هنا بدها تكون ايش العامل؟ the number of copies needed. طيب هنا the time used in copying اللي هو قديش، how quickly يعني الوقت. تمام؟ the importance how important is the appearance of the final copy. مرات بيكون الفاينل كوبي مع الوقت بصير الطباعة تبعته شوية مختلفة عن الأصل. تمام؟ هل بدك إياها بكواليتي عالية ولا مش فارق معك الكواليتي؟ is the original document unable as it document usable as it، يعني هل إنه بيتم استخدام الأوريجينال زي ما هو ولا محتاجين إحنا كوبي؟ Are the copies to be stapled or hole punched؟ هل أنا محتاجة إنه أنا أختمهم، ألزقهم في بعض، أدبسهم؟ إيش بالضبط أنا محتاج أعمل؟ هل محتاج أخرمهم من الجنبين على أساس أحط فيهم يصيروا يعني بسلك؟ إيش بالضبط اللي أنا بدي إياه؟ Is an enlargement or reduce of text and photo؟ هل أنا محتاج أكبر الخط أو أصغره؟ يعني حجم الخط size of the copies size of the copies. كل هدول العوامل هم اللي بيأثروا على أي فوتوكوبير أنا بدي أختار شو نوع الفوتوكوبير تبعتي. يعني أول إشي the number the time sorry the time، هنا quality of the final copy، هنا is the original used as it is، هنا extra actions
needed other sorry other than the photo the copying. تمام. إذن الكواليتي الأوريجينال يوزد as it is يعني كويسة. Extra actions أدبس أو أخرم من الطرفين أو إيش بالضبط. The size of the copy. هل أنا محتاجة أزيد السايز أو أقلل السايز of the copy عن الأوريجينال؟ يعني انا الاوريجينال عندي صغير، هل انا بدي اكبر الاوريجينال اعمله اعمل الكوبي اكبر، الكوبي عندي كبير، هل انا بدي اصغر الاوريجينال اعمله اصغر وهكذا، تمام؟ طيب عرفنا العوامل نعيدهم ثاني: number of copies, time, quality, is the original used as it is, extra action needed other than copying, the size of the copy. طيب بقول لك for photocopier with document feeder you can usually lift the document feeder and place a document directly on the platen. يا جماعة في طريقتين للطباعة. شايفين إحنا عنا في عنا مكانين ممكن إحنا نحط فيهم. هادي it's the platen, it's the glass platen. بنحط الورقة بنسكر الجلاس platen الكفر تبعها وبنقول له copy فهو بياخد نسخة عن الموجود. بس لو أنا سكرت هادي وحطيت الورق كله هنا في هذا المكان راح أحط الورق لحال هالماشين راح تسحب الورق وبالتالي مش ضروري انا اكون واقفه جنبها عشان اقيم ورق واحط ورقه، بحط كل صفصه الورق اللي بدي اياها فوق بعض وبخليها هي الماشين تسحب لحالها. وهذا الاشي يا جماعه كثير بسهل علي انه انا بدل ما استخدم البلاتين جلاس بستخدم بشكل سهل وسريع بستخدم الدوكيمنت فيدر. تمام؟ for the photo خلصنا document feeder when using a photocopier that function as document center always make sure you are not interrupting somebody else copy job. عادة يا جماعة هذه الفوتوكوبير بتكون مشبوكة مع مثلا خمس أو ست أجهزة أجهزة لابتوبس كمبيوترز فيها واي فاي وبالتالي مشبوكة مع أي جهاز ممكن مع الباسورد إن هو يتعرف عليها ويطبع منها. هلا اذا الفوتوكوبير هذه بتطبع لحد ثاني ما بصير توقفها لانه هيك انت يو ار انتربتنج ذير ورك وبتوقف عملهم وبالتالي مش حيوصلوا للنتيجه اللي هم بدهم اياها. تمام؟ فانت تاكد قبل ما انت تبدا تعمل فوتوكوبينج انه ما حدش قاعد بيشتغل شغل ثاني على هذا الجهاز. نيجي when performing basic use maintenance like adding toner, notice and internal part of the copy بصير عندنا شيء اسمه بيبر جام. بيبر جام يعني الورقه بتعلق او بخلص الـ شو اسمه هذا المكان تبع الـ التونر تاع الانك تونر اللي هو مكان الـ الـ الحبر فانت لازم تغيره. هذه التفاصيل انت لازم تعرفها. تمام؟ طيب انا راح اعمل فيديو ثاني، هذا الفيديو راح احنا نشرح فيه اليونت، في فيديو ثاني راح يكون راح يشرح بالتفاصيل الكلام اللي احنا حكيناه هنا. تمام؟ نيجي للماشين الثانية اللي هي معانا في هذا اليونت اللي هي سكانر. سكانر يا جماعة أنت في السكانر you are transferring a document from being a document from hardware to a soft copy أو electronic copy. يعني أنت بتحول الكوبي اللي موجودة عندك من كوبي مانيوال ورق paper copy لإلكترونيك copy. طب يا جماعة لو حكينا الفوتوكوبير ايش بتعمل؟ الفوتوكوبير بتعمل لي another copy of the same document. يعني لو جينا هنا نحكي بدنا نميز بين الاشياء. الكوبينج ماشين transferring او خلينا نقول making a copy اللي هي a paper copy of an existing paper copy. طيب طب البرينتر اللي هي الطابعة، لا الطابعة بكون أنا في عندي electronic document نعمل له transferring
transferring electronic document to a paper document. طيب للسكانر، للسكانر يا جماعة transferring an electronic copy to a transferring، هنا الغلطة الكبيرة، transferring a document أو خلينا نقول a paper document to an electronic copy. تمام؟ إذن إحنا في عنا ثلاثة ماشينز لازم نعرف نميز بينهم. الماشين الأولى اللي هي الفوتوكوبينج ماشين أو الكوبينج ماشين، من بيبر لبيبر بتعمل لك نسخة تانية. البرينتر من إلكترونيك كوبي لبيبر كوبي. السكانر من بيبر دوكيمنت لإلكترونيك كوبي. تمام؟ طيب نيجي للسكانر يا جماعة. بقول لك السكانر هي عبارة عن ديفايس يوز تو انبوت تاسك تكست. انبوت تكست يعني انت في عندك تكست قاعد بتدخل على الجهاز. طب البرينتر انبوت ولا اوتبوت؟ اكيد البرينتر اوتبوت. طب الفوتوكوبينج ماشين لا هي انبوت ولا اوتبوت، لانه هي بتشتغل بعيدا عن ايش؟ الفوتوكوبينج ماشين او الفانكشن تبعت الفوتوكوبينج ماشين بتشتغل بعيدا عن الكمبيوتر، لانه انت بتحط ورقه وبتضغط كوبي وبتطلع ورقه ثانيه. تمام؟ طيب اذا السكانر considered as an input device. تمام؟ طيب لايش تستخدم الانبوت ديفايس؟ تستخدم باني احول الورقه اللي موجوده عندي لتكون صوره الكترونيه موجوده على الجهاز. طب يتم حفظها كيف لما تكون موجوده على الجهاز؟ يتم حفظها بشكل بي دي اف او صوره. يعني لما تكون موجودة عندي على الجهاز بتكون مسيف على إنها PDF أو مسيف على إنها صورة. طب إيش في أنواع للسكانرز؟ بقول لك في عنا سكانرز أنواع كتير. في عنا flat bed scanner، وفي عنا sheeted scanner، وفي عنا photo scanner. تمام؟ وفي عنا portable scanner، وفي عنا stand alone scanner. تمام؟ إذن في عندي أكتر من نوع للسكانرز هدول. طيب هو أكتر إيش يستخدم إيش؟ شايفين هذه يا جماعة؟ شايفينها؟ هذه أكتر أنواع السكانرز التي يتم استخدامها في المؤسسات، طبعاً بماركات مختلفة وتريد ماركس مختلفة وشركات مختلفة. تمام؟ طيب بناءً على إيش أنا بحدد أنو نوع سكانر أنا بدي أستخدم يا جماعة؟ بناءً على نوع الدوكيومنت اللي أنا قاعدة بستخدمه أنا لإيش بدي إياه؟ يعني لما اعمل سكان لفوتو لصوره يختلف عن لفيلم، بده يكون في فيلم غير عن لما دوكيومنت بدي انا بس اخزنه عندي على الجهاز. تمام؟ وبالتالي نوعيه السكانرز مختلفه. الان في عندنا ابلكيشن على الموبايل بيساعدنا بسهوله انه احنا نعمل سكانينج لاي دوكيومنت احنا بدنا اياه باستخدام الفوتو، خاصيه التصوير اللي موجوده في الموبايلات. طيب عشان انا استخدم السكانر اول حاجه، طبعا زي ما انتم شايفين فيها نفس الاشي جلاس هنا، شايفين يا جماعه في عندنا يعني بلاتينيوم جلاس. تمام؟ بلاتينيوم جلاس نفس اللي موجوده في الفوتوكوبينج ماشين. وعلى فكره الفوتوكوبينج ماشين نفسها ممكن تكون تعطيك فانكشن انه انت تقدر انه انت تعمل سكان للدوكيومنتس اللي انت بدك اياها. بنفتح هذا الاشي وبنحط الدوكيومنت هنا. تمام؟ طيب بس نحط الدوكيومنت هنا، طبعا هذه السكانر لازم بشكل اساسي تكون موصله في بي سي او في لابتوب، لانه السكانر غير عن الفوتوكوبينج ماشين. الفوتوكوبينج ماشين اللي هي بس بدها تعمل لي فانكشن الفوتوكوبي مش محتاجين انه احنا نوصلها في اللابتوب، بس لو هي نفسها فيها سكانر اذا احنا محتاجين نوصلها في اللابتوب، اذا هي نفسها فيها برينتر اذا احنا محتاجين نوصلها في اللابتوب. تمام؟ اذا اللابتوب از اسينشال ان ذا سكانر، ترو اور فولس؟ ترو. طيب نيجي هنا حطينا الدوكيومنت، حطينا الدوكيومنت طبعا بنحطه على الجلاس، بلاتين جلاس بنحط عليه. الشيء اللي بدنا نصوره او بدنا سوري اللي بدنا نعمل له سكان بيكون طبعا محطوط في وجهه على البلاتين جلاس.
بنسكر المكان هذا و press the scan button to start the process. Press the scan button, which should open a window in the scanning software on your computer. طب scanning software هذا وين موجود؟ بدي أكبر بس الشاشة تبعتي أنا شوية هيك. تمام؟ بدي أجي أكتب هنا، بدي أكتب هنا scanner. بفتح لي هنا ويندوز تاعت فاكس اند سكانر. شايفين هذا الابليكيشن؟ هذا يا جماعة موجود ديفولت، سوري، هذا يا جماعة البرنامج موجود ديفولت في اي جهاز موجود عندنا، اذا كان انا بحكي عن لابتوبس او البي سي. تمام؟ هذا هو البرنامج اللي احنا بنستخدمه عشان نعمل سكاننج. احنا حطينا الورقة على الجهاز، نيجي هنا بنقول له نيو سكان. مجرد ما نضغط نيو سكان المفروض انا لانه مش متوصل في سكانر، راح يطلع لنا هنا ايش الفايل اللي احنا بدنا اياه، وبامكاننا من هنا ناخذ الفايل نعمله سيف از من هنا. طبعا بدنا نعمله برنت ثاني بنعمله من هنا. ايش الاشياء اللي احنا محتاجين نعملها راح تكون مشغالة هنا. تمام؟ طيب هذا شكل الشاشة اللي المفروض انه احنا بنشتغل عليها لما نعمل سكاننج او نستخدم السكانر. زي ما انتم شايفين انا ولا اي شيء، انا بس عملت سكاننج طلع لي برنامج اسمه فاكس اند سكانر. البرنامج هذا هو اللي بيشتغل عليه. طبعا تشوز يور سيتنج اوبشن من البرنامج نفسه، بنختار السيتنج اوبشن اللي احنا بدنا اياها. بدنا نسيفه على شكل ايمج او بدنا نسيفه على شكل بي دي اف، من هناك احنا بنختار وبنسيفه في المكان اللي احنا بدنا اياه. سيف يور سكاند ايمج اند سيلكت ذا درايف ذا فولدر وير يو وود لايك تو ستور ذا سكاند دوكيومنت. تمام؟ هيك احنا بنكون حكينا عن تو ديفرنت يعني ماشينز. الماشين الثالثه اللي بدنا نحكي عنها طبعا اللي انتم حكيتوا عنها في ماده الاي سي دي ال، المفروض حكيتوا عنها كثير اذا انتم اخذتوا الاي سي دي ال. بنحكي عن اللابتوب او عن الكمبيوتر، والمفروض انه انتم عندكم معرفه في اللابتوب او الكمبيوتر وايش هو وايش استخداماته. طبعا هو اذا بروجرامبل ماشين ذات ريسيف انبوت ستورز اند مانيبيوليتس داتا provide output in a useful format. هذا تعريف الكمبيوتر عندنا في مادة الأوفيس، هو a programmed machine, receive input, store data, provide output. تمام؟ programmed machine, receive input, store data, provide output. طيب هلأ هذه الماشين اللي بتشتغل بسيمبلز وبتشتغل بطريقة معينة. في ناس بسموها يعني البرامج هذه، كل برنامج له لغة برمجة معينة وبناء عليها في عنا سيستم هذا بكون ويندوز أو بكون سيستم أبل اللي هو ماكنتوش. بكل الأحوال السيستمز هذه هي اللي بتشتغل. طبعا إحنا في عنا different types of computers وهو هذا اللي إحنا بدنا إياه. إحنا في عنا personal computer، تمام، اللي هو البي سي، personal computer اسمه بي سي، هيو بيرسونال كمبيوتر. في عنا ورك ستيشن. ورك ستيشن يا جماعه هو ا باورفول سنجل يوزر كمبيوتر. ورك ستيشن از لايك ذا بيرسونال كمبيوتر بس ات هاز مور باورفول مايكرو بروسيسور، بكون البروسيسور تبعه اعلى وبيشتغل بهاير كواليتي، والمونيتور الشاشه تبعته بتكون افضل. اذا في عنا بيرسونال كمبيوتر بي سي، في عنا ورك ستيشن بيكون في له فانكشنز اعلى من البيرسونال كمبيوتر، في عنا ميني كمبيوتر اللي هو كمبيوتر صغير بيكون اصغر، مين فريم هنا الكمبيوتر هذا يا جماعه بيكون في اكثر من يوزر بيستخدم بنفس الوقت، سوبر كمبيوتر اكستريم فاست كمبيوتر ذات كان بيرفورم هندردز اند مليونز اوف انستراكشنز بير سكند، وهذا بيكون عند الدول المختلفه. تمام؟ احنا اللي بدنا اياه بس بدنا نعرف شو هو جهاز الكمبيوتر، تمام، ايش الفوائد تبعته، ايش الكاركترستكس تبعته. زي ما احنا حكينا بامكاننا من هنا نحكي عنه receives input stores data وبدينا output in a good format. طبعا
عدد الداتا، كمية الداتا اللي احنا ممكن نعملها ريتريف او نحصل عليها كبيرة. انت بتدخل عليه كل الانستراكشنز اللي هو البروجرامز اللي موجودة عندك وهو لحاله بيشتغل. كل التفاصيل هذه تعتبر من المميزات تبعت الكمبيوتر. وانواع الكمبيوتر، شو يعني بيرسونال كمبيوتر، شو يعني ورك ستيشن، وايش الفرق بين البيرسونال كمبيوتر والورك ستيشن، الميني كمبيوتر. تمام، نيجي للبرينتر. وفي عندنا تايبس اوف برينترز. اول شيء شو يعني برينتر؟ برينتر هي اوتبوت ديفايس، سكانر هي انبوت ديفايس، البرينتر هي اوتبوت ديفايس. ليش هي اوتبوت ديفايس؟ لانه بتحول لي الشيء من انه الكتروني لبيبر وبتطلع لي اوتبوت. تمام، طيب تايب اوف برينترز، في عندنا انواع برينترز كتير، في عندنا ليزر، في عندنا نص ليزر، في عندنا LED LCD برينتر، في عندنا انك جيت برينتر، في عندنا كل هدول بورتابل برينتر، ديجيتال فوتو برينتر. كل هدول البرينترز انا صراحه يعني انتم مش محتاجين انه تتعرفوا على كل ميزات كل واحده فيهم، ولكن محتاجين تتعرفوا على شيء واحد، انه هل البرينتر هذه ممكن انه هي تكون جزء من ماشين بتأدي لك more than one function. واذا يعني كان لنا حظ ان شاء الله هذا الفصل او الفصل الجاي انه نروح على الاوفيس تبع اللي هو الاوفيس مانجمنت لاب ونشوف الماشينز هدول كيف بيشتغلوا براكتيكالي. تمام، طيب هيك احنا بنكون خلصنا عن الماشينز، بضللنا البارت اللي بخص الاوفيس فرنيتشر. يعطيكم العافية، أشوفكم في المحاضرة الجاية.